احنا جايينك من سلطة الاراضي نسلمك اختار تخلي الارض مدة اقصاها 1-4. ايش في يا ابو كريم؟ مالك يا زلمة؟ ايش في مكتوب في الورقة؟ بدهم يطردونا من رزقنا ورزق عيالنا. ايش بتقول؟ مين بده يطردنا؟ مين بده يسرق منا تعبنا؟ مين بده يطردنا من بيتنا وضو الشمس وفرن الطينة؟ سلطة الأراضي يا أم كريم بدها تسلب منا شقى العمر وتعب هالكفين. يا سلطة الأراضي بتلاهي يا جنة، وإحنا اللي روينا هالأرض وتحدينا المحتلين وكفحنا ونضلنا وبوجه الظلم وراح نضل صمدين. يا بحكي لهم عن التوت لما يموت ومين بده يحصد الياقوت؟ يا بيعني رح يطردونا من أرضنا وما رح نلعب أنا وإخواتي ونستنى موسم الياسمين، رح يقلعوا الشجر وبير المي ومرجيحة جارنا حسين. يا بليش ليش يسرقوا منا فرحتنا ويخلوا قلبنا حزين؟ يا بمين رح يساعدنا ويسمع صوتنا غير رب العالمين؟ يا بخلي كل الناس تسمع، أرضنا ما رح نطلع، صلي فيها وشوف كيف راح تحضنك الأرض تدنا، لهوين أرضك متهون، كم حرب أجت ودمك فدا أرضك كنت تدفع. يا بقوم ارفع راسك، انت لهواني كيف يهز قرار وانت ما هزك مدفع؟ انت لهواني كيف يهز قرار وانت ما هزك مدفع؟ علي راسك بالعالي بيطلع لك انت الغالي، اسمك نجم بلالي، انت فلسطيني.